حيث الآن ربيع انضم إلينا وأصبح الصوت معه بشكل جيد. ربيع سامعني؟ نعم. طمنا كيف الأجواء لديك، ونرى أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من عمق الغوطة. الوضع الميداني بات مستقر، الأجواء جدا ممتازة، الحملة الإرهابية التي شنتها القنوات المضللة والمجموعات الإرهابية خلال اليوم يعني لمرتين حاولت المجموعات الإرهابية الاعتداء على أسوار دمشق حسين، فشلت بذلك. سحب الدخان الأسود ناتجة عن الضربة الجوية الكبيرة التي نفذتها وحدات الجيش العربي السوري قبل نصف ساعة من الآن، 4 صواريخ كانت على منطقة محيط المعامل. هناك حديث من مصادر ميدانية أن المجموعات التي كانت متجهة من زملكة وعربين لإمداد المجموعات المطوقة في محيط معمل النسيج لم يتبقى منها أحد إلى جهنم. طيب، في تفاصيل عن حجم الخسائر الربيع التي تكبدها الإرهابيون؟ وين النقاط التي لا زالوا يتمركزون فيها؟ قناصتهم وين يتواجدون؟ يعني قبل الساعة 12 ظهرا اليوم كان العدد ارتفع ل 325 إرهابي. بعد هذه الضربة الجوية قد يكون تجاوز ال 400 إرهابي. المصادر العسكرية كانت قد تحدثت عن مئات القتلى من الإرهابيين. أيضا صفحات الإرهابيين كانت قد اعترفت بالأعداد والأسماء وحجم الخسائر، ولأول مرة وعلى غير عادتها اعترفت بأسماء القتلى وحتى جنسياتهم. صفحات الناشطين الإعلاميين تابعين للإرهابيين اعترفوا ب 125 عند 7 صباحا، ارتفع العدد وكل نصف ساعة يزداد العدد. أيضا كان هناك اليوم تكرر للمظاهرات من قبل الحاضنة الشعبية للإرهابيين في منطقة الغوطة الشرقية، تحديدا في بلدة حزرمة. كان هناك هجوم على مقرات لفيلق الرحمن وجيش الفسطاط وهي تابعة لجبهة النصرة الإرهابية. هناك حالة ارتباك بين كل صفحة وصفحة للتنسيقيات التابعة للإرهابيين. حتى القنوات الداعمة أورينت كانت قد نشرت قبل قليل فيديو يظهر أن الإرهابيين قد وصلوا إلى منطقة العبارة أو تحت جسر التروبيكانا ومعمل الغزل والنسيج الذي هو خلفي على بعد 1 كيلومتر. وعلى فرض أن هذا الفيديو كما يقولون أنهم وصلوا، فهم الآن جميعهم مقتولون نتيجة الضربة الجوية المركزة التي جاءت في المحيط. إضافة إلى ذلك كان هناك تقدم قبل قليل، قبل ربع ساعة من الآن، لوحدات الجيش العربي السوري في محيط كراج العباسيين، ولأول مرة منذ مساء أمس باتجاه 4 كتل أبنية جديدة حاكمة. كان هناك بعض القناصين وكما عادتهم يحكمون المنطقة ناريا عبر رصاص القنص في محيط كراج العباسيين. شارع فارس خوري خلفي كان هناك رصاص متفجر وبعض عمليات القنص من قبل معمل الغزل والنسيج، الجزء الذي كانوا تحت سيطرتهم. معمل الغزل والنسيج تحول إلى نقطة جيب ناري ومنطقة قتل للمجموعات الإرهابية المسلحة. نستنتج من عملية الجيش خلال 3 أيام أن كان الجيش يعيد تموضعه خارج المعمل، تدخل المجموعات الإرهابية تقتل المجموعة كاملا ومن ثم يعيد السيطرة على أجزاء منه ومن ثم يحاولون الكرة من جديد. ومعظم خسائر المجموعات الإرهابية التي لم تستطع سحب قتلاها، ولذلك كان هناك مظاهرات في بلدة حزرمة وأيضا بعض بلدات الغوطة الشرقية، طالبت تلك يعني المتظاهرين بجثث القتلى للإرهابيين. معظم جثث القتلى كما قلت لك هي في محيط معمل النسيج وداخل معمل النسيج داخل الأسوار. إضافة إلى ذلك حسين، يعني نعم ربيع، نعم، هناك رصاص متفجر الآن يسقط. طيب، على الأبنية احتمي السكنية. احتمي بمنطقة احتمي بمنطقة وخلينا بالصوت والصورة معك ربيع. خلينا نذكر مرة نعم أخرى، نعم. ما لا يقل عن 400 قتيل في صفوف التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة. ما لا يقل عن 400 قتيل مع الغارة الجوية الأخيرة التي كانت يعني حسب كل من جاء من الجبهة من مصادر ميدانية ومن مقاتلين للجيش العربي السوري كانوا قد أكدوا أن هذه الغارة الجوية. وحسين، نقطة هامة جدا، هم تقدموا منذ ساعتين، كنا نتحدث عن تقدم إلى معمل النسيج،
تركهم الجيش العربي السوري، انسحبت قوات المشاة أو أعادت تموضعها خارج المعمل، ومن ثم جاءت الغارة بالتزامن مع إعادة التموضع لتقضي على المجموعة. كان صباحا تسللت مجموعة قضت فيها وحدات الجيش على 12 قتيل، نعم. 12 إرهابي، إضافة إلى العدد الآن، الأعداد في تزايد. هناك جيب ناري، وخاصة معمل النسيج كونه أقرب نقطة للتلاقي بين جوبر ومنطقة القابون المطوقة بالكامل. أيضا هناك عمل على اتجاه بساتين برزة وتقدم للجيش العربي السوري واستهداف لمعاقل الإرهابيين. ما يحدث الآن أو خلال الثلاث هجمات التي أعلنت عنها المجموعات الإرهابية هي حرب استنزاف، ولكن للمجموعات الإرهابية نفسها عدد القتلى كبير، الخسائر كبيرة. هم يحاولون، كانوا قد أعلنوا في الصباح وعبر بيان لهم، نعم. بأن على كل من يقدر على حمل السلاح في الغوطة الشرقية التوجه للجبهة. فشل فيلق الرحمن في استجرار عدد كبير من حاملي السلاح إلى الجبهة نتيجة الخوف، والمظاهرات كانت أكبر دليل على ذلك. طيب ربيع، كان هنالك محاولات من الإرهابيين اليوم باستهداف أيضا استراد العدوي بمجموعة من الرصاص المتفجر، ما هي الأخبار على الجبهة في ذلك الخط؟ كانت الاستماتة على هذا الخط للوصول إلى صورة فقط حسين، أو مقطع فيديو لمدة 10 ثواني من قبلهم لتصوير منطقة البانوراما، ليحاولوا أن يقنعوا الرأي العام، خاصة أن المقطع عرض على قناة الجزيرة وقناة أورينت قبل أن يعرض حتى على تنسيقياتهم، لإقناع الرأي العالمي أنهم، أو إخافة الشعب السوري أو الدمشقيين بأنهم وصلوا إلى أوتوستراد العدوي، وأن حاجز تروبيكانا ومنطقة سيرونيكس باتت خلفهم. المقطع صور عن بعد 600 متر من داخل إحدى الطلاقيات لمعمل الغزل والنسيج. بعدسة الزوم استطاعوا التقريب قدر الإمكان إلى منطقة البانوراما. كان هناك بعض قذائف الهاون سقطت عند أوتوستراد العدوي ومنطقة ساحة العباسيين ومحيطها. بشكل عام عند الفشل في الهجمات الإرهابية وعندما يتلقون ضربات موجعة يبدأون بإطلاق قذائف الهاون في محاولة لإثارة الرعب والبلبلة، ويعني إقناع الرأي أنه أول الهجوم مستمر وإخافتهم. طيب ربيع، باعتبارك موجود بساحة العباسيين منذ 3 أيام، يعطيك العافية أنت والزملاء المتواجدين معك. خليني أبارك لك بفوز المنتخب على منتخب أوزباكستان. منتخب سوريا فاز بتصفيات كأس العالم، وبالفوز بالتأكيد، وذلك كثير من الأصوات السورية تهنئ الآن على صفحات الأخبارية السورية على الفيسبوك. ربيع، يتساءل عدد من المواطنين عن حال الجبهة في الجهة الثانية من القابون وبساتين برزة. الطوق الذي يعني فصل فيه الجيش العربي السوري، أو الخط الذي فصل فيه الجيش العربي السوري عن القابون عن برزة، كان نقطة الإزعاج الأكبر. العمليات حتى اللحظة مستمرة، التعزيز الدائم لهذا الخط الفاصل بين برزة والقابون مطلوب من قبل الجيش، لذلك العمليات مستمرة دائما خوفا من هجوم معاكس من القابون باتجاه برزة لفتح ثغرة نجاة، كون العملية من القابون باتجاه جوبر ومن جوبر باتجاه القابون من قبل الإرهابيين طبعا. لكن الجيش أيضا استغل حالة فتح الثغرة من جوبر باتجاه القابون في محاولة منه لتعزيز نقاط الفصل بين برزة والقابون. النقطة المهمة جدا حسين، الإزعاج الأكبر كل هذه المعركة التي تحدث هي نتيجة تدمير الأنفاق بين القابون وحرستا، والتي كانت واصلة إلى برزة، كانت هي أنفاق للتجارة بصراحة لقادة المسلحين، ويمكن هذا ما أزعجهم حقيقة. كان هناك نفقين رئيسيين، وأكبر نفق دمر الأسبوع الماضي هو نفق تجارة لقادة المسلحين باتجاه الغوطة الشرقية، هو ما دمر. أيضا هناك بعض الأسلحة النوعية موجودة في القابون لم تستعمل من قبل الإرهابيين في القابون، هم يخافون على هذه الأسلحة حسب مصادر متقاطعة تحدثت عن هذا الموضوع. لكن هناك استنزاف من قبل الجيش العربي السوري لجميع الجبهات، وتحويل معظم الجبهات في البؤر الإرهابية في منطقة القابون وحرستا وجوبر إلى نقاط ساخنة في محاولة للمناوشة والضغط أكثر وأكثر على المجموعات الإرهابية. بغض النظر، يعني تخيل حسين، أثناء الهجوم الكبير من جوبر كان الجيش العربي السوري لم يسحب أي من نقاط تعزيزاته في منطقة القابون وبرزة والخط الفاصل بينهما، بل على العكس فتح محور جديد وهو كان يصد الهجوم في محور جوبر القابون.
طيب ربيع يعطيك العافية أنت وزملائنا المتواجدين معك، راح أبقى معك فقط بالصورة حتى ننقل الذي يحدث خلفك وعملة الدخان السوداء التي لا زالت موجودة. سوف نعود إليكم في حال ورود أي جديد. شكرا جزيلا لك ربيع ديبة وفريق الإخبارية المتواجد معك، وإن شاء الله يا رب السلام، وإن شاء الله ننتظر الصور لجثث القتلى في صفوف التنظيمات الإرهابية.